السلام عليكم، يا مساء الفل يا مساء الجمال. هنتكلم النهارده على العمليات الايرادية وبالاخص المشتريات. العمليات الايرادية بتضم حاجتين اللي هي المشتريات والمبيعات. هناخد النهارده المشتريات، وقبل ما ناخد ونبدا في المشتريات بتاعتنا، عايز برضو تاني وتالت ورابع وكل مره اقولها نكتب الميزان، ومصمم اني امسحه ونكتب الميزان بتاعنا من اول وجديد، وهتحفظه يعني هتحفظه. زي ما احنا متعودين، اصول، التزامات، حقوق ملكيه، ايرادات، مصروفات. الاصول طبيعتها مدينه، الالتزامات دائنه، حقوق ملكيه دائنه، ايرادات دائنه، مصروفات مدينه. والمشتريات عندنا النهارده بتبقى تبع المصروفات، تمام؟ يعني طبيعتها مدينه. هيجي يقول لك والله اشترينا. لما يجي يقول اشترينا، عندنا حساب اسمه من حساب المشتريات. المشتريات او حساب البضاعه الاثنين واحد، سواء قال المشتريات او قال حساب البضاعه الاثنين واحد، تمام؟ طيب، علشان في جماعات بتقولها كده وفي جماعات بتقولها كده، في كتب كده وفي كتب كده، الاثنين بنفس المعنى. هيجي يقول مشتريات، المشتريات عندي، او اشتريت، المشتريات عندي او البضاعه عندي. زي ما قلت، هو يعتبر نفس طبيعه المصروف بضاعه وطبيعتها مدينه، لو بضاعه تبع الاصول، لو مشتريات تبع المصروفات. في الحالتين طبيعتهم مدينه وبيزيدوا، فهيفضلوا على طبيعتهم المدينه، والى حساب ده هيبقى انا اشتريت بايه؟ ايه اللي خلاني اشتري؟ تمام؟ السبب ايه؟ هو اني دفعت فلوس الى حساب النقديه، اشتريت بفلوس، او اشتريت ببنك، يبقى الى حساب البنك. طيب، ما اشتريتش بفلوس وما اشتريتش ببنك، وما دفعت ايه؟ لا، لسه ما دفعتش. يعني عليك فلوس؟ اه، عليا فلوس، هيبقى الى حساب الدائنين. انا عليا فلوس، الدائنين التزام، والالتزام طبيعته دائنه، ولما بيزيد بيفضل على طبيعته الدائنه، وبالتالي هيبقى في الجانب الدائم، ما فيهوش اي مشكله. دايما كل اللي جاي هناخد المنهج بتاعنا ونطلع نقيسه على المسطره دي، علشان ااكد لك 100 مره لحد ما نخلص المنهج، ان انت لو عارف الخمس كلمات دي اللي احنا بدانا بيها الفيديوهات، لو عارف الخمس كلمات دول وطبيعه كل كلمه فيهم ايه، طبيعه كل فئه فيهم ايه، المنهج معاك بقى في الحلويات. طيب كده انا خلصت القيد بتاع المشتريات. عندي تاني حاجه اسمها المردودات. انا اشتريت بضاعه بقيمه 1000 جنيه مثلا، اشتريت بضاعه 1000 جنيه، عايز ارجع بضاعه او ارد للتاجر اللي انا بتعامل معاه بضاعه و ب 100 جنيه. طيب، هندخل هنا حساب تاني. مش الطبيعي في الحسابات ان انا هاجي اعمل ايه؟ اقول من حساب، لو انا مثلا جاي شاري بنقديه، هيبقى من حساب النقديه هيرد لي فلوس، هيرد لي 100 جنيه، هاخد البضاعه واروح له اقول له خد ارجع لي دول، هيبقى من حساب النقديه الى حساب ايه؟ المشتريات، اللي هو ايه؟ اللي هو الحساب اللي انا حطيت فيه 1000 جنيه هنزله ب 100 علشان يرصد معايا 900، اللي هو كده اتقفل. لا، احنا كحسابات وعلشان حاجات كتير قوي ومواضيع كتير قوي وتنظيم، تمام، والبضاعه يعني كوانتيتي وبضاعه ومخزن، لازم ندخله على حساب تاني اسمه حساب مردودات المشتريات. يعني لما اجي ابيع، لما اجي قصدي اشتري، هاخد الحساب ده، لما هاجي ارد اللي انا اشتريته او جزء من اللي انا اشتريته هرده على حساب تاني اسمه حساب مردود المشتريات، وهياخد طبيعه طبعا عكس
المشتريات، يعني المشتريات مدينة يبقى مردود المشتريات داخل، هعتبر ان انا بقلب القيد. طيب انا لما جيت اشتريت ما اشتريتش بنقدين، اشتريت على الحساب، اشتريت على الحساب، هرد الحساب اللي عندي اللي انا حطيت فيه 1000 جنيه اللي هو الدائن مين؟ تمام؟ هقلله بقيمه ال 100 جنيه فهيغير طبيعته فهيبقى الى حساب دائني بال 100 جنيه، علشان انا حطيت في الجانب الدائن 100 جنيه في حساب الدائنين وحطيت له في الجانب المدين 100 جنيه، يبقى انا حطيت هنا 1000 جنيه وحطيت له في الجانب المدين 100 جنيه، يبقى 1000 جنيه ناقص 100 جنيه تمام؟ يوصل معايا كام؟ 900، يبقى الراجل ده عايز مني 900 مش 1000. الفكره واضحه؟ طيب اما نيجي نشوف مصروف، يعني ايه مصروفات المشتريات؟ انا دلوقتي اشتريت بضاعه من المورد بتاعي اللي انا متعود عليه بالتليفون وانا قاعد، فهو هيأجر عربيه ويبعتها لي، في اتفاق بيحصل ما بيننا وما بين بعضينا، يا اما انت هتتحمل ثمن العربيه يا اما انا هتحمل ثمن العربيه، لو هو هيتحمل ثمن العربيه انا مالي، انا هدفع ال 1000 جنيه للقيد بتاعي ثابت، لو انا اللي هدفع ثمن العربيه هيبقى مثلا مطلوب مني ادفع 100 جنيه مصروف النقل للداخل لعندي انا، يبقى من حساب مصروف نقل مشتريات تمام، وده مصروف والمصروف اهو طبيعته اهي مدينه وبيزيد معايا ب 100 جنيه يبقى هيفضل على في الجانب المدينه الى حساب انا هدفع المصروف ده بنسبة كبيرة جدا جدا نقدية، مفيش سواق هياخد مني حساب في البنك إلا لو شركة نقل تمام؟ فبنسبة 90% حساب النقدية. طيب ده كده المصروف اللي متعلق بالمشتري. عندي حاجة تانية، أنا رحت اشتريت بضاعة ب 1000 جنيه، عندي حاجة اسمها الخصم التجاري. يعني إيه الخصم التجاري؟ رحت أشتري حظي طلع حلو، قال لي والله النهاردة في خصم 10% على أي كمية أنت هتشتري. طيب انا هاخد يا عم الحاج بضاعه 1000 جنيه، ال 10% كام؟ 10 جنيه، يعني هتديني البضاعه اللي انا هشتريها دي بكام؟ ب 990. طيب اسجل القيد بتاعي ازاي؟ من حساب المشتريات بتاعتي، مشتريات بكام؟ ب 990 بعد الخصم التجاري الى حساب النقديه اللي هي ايه؟ اللي هي الرقم اللي انا دفعته اللي هو كام؟ اللي هو 990. ايه ده؟ فين الخصم التجاري؟ الخصم التجاري لا يذكر في الدفاتر. انا لو رحت التاجر قدامي خصم اذكره ليه؟ انا اشتريت وقت ما بشتري طبق عليا الخصم التجاري على طول وبالتالي ما سجلوش، ملوش اي اهميه عندي. طيب خصم مكتسب يعني خصم نقدي، انا النهارده الراجل قال لي انت لو اخدت ال 1000 جنيه دي، اخدت البضاعه اللي ب 1000 جنيه واخدتها على الحساب، ولما اخدتها على الحساب المفروض حضرتك هتسدد لي في خلال شهر من تاريخ شرائك للمشتريات بتاعتك، قبل الشهر ده او في خلال الشهر او المهم ما يعديش الشهر تدفع لي الفلوس. واقول لك على حاجه احسن، لو دفعت لي في خلال 10 ايام هتاخد خصم 10%. تمام؟ انت معاك تسدد لحد شهر، لكن لو جبت لي فلوسي في خلال ال 10 ايام انا هديك خصم 10%. فانا عايز اخد الخصم فهدفع في خلال ال 10 ايام فهدفع له كام؟ انا كده كده عملت القيد بتاعي من حساب المشتريات الى حساب الدائنين. تمام؟ طيب لما هاجي ادفع المشتريات من حساب الدائنين تمام؟ اللي هي بكام؟ اللي هي ب 1000 جنيه. وانا مسجلها هنا بكام؟ ب 1000 جنيه. انا عايز اقفل الرقم ده، انا رايح ادفع الفلوس. تمام؟ انا رايح ادفع الفلوس اللي عليا. طيب وهدفعها بالخصم. واقفل الحساب ده اللي متسجل ب 1000 يبقى ب 1000 جنيه الى مذكورين
افترض ان هدفع الفلوس نقدي، يبقى ايه حساب النقديه؟ بقيمه كام بقى؟ بقيمه 990 جنيه. ايه ده؟ الفرق ده ايه؟ ده خصم نقدي او خصم مكتسب. خصم مكتسب اللي هو 10 جنيه، تمام؟ يبقى انا دفعت الدائمين كلهم اللي هي 1000 جنيه، 990 فلوس خرجت مني و10 جنيه انا استفدت بيها كخصم علشان سددت في التاريخ. بيجي يلعب في الحته دي ازاي؟ بيجي يقول لك احنا اشترينا في التاريخ الفلاني وسددنا في التاريخ الفلاني والاتفاق كان خصم 10% لو سددت في خلال كام يوم، ويسيبك انت بتاخد التاريخ ده وتعد بعديه 10 ايام، ولو هو التاريخ بتطبق عليه الخصم النقدي او خصم المكتسب، لو مش هو التاريخ وسددت في نهايه المده يبقى انت دفعت ال 1000 جنيه كامله، فهيبقى الطيب بتاعك من حساب الدائمين الى حساب النقديه على طول. بس ما بيلعبش اكتر من كده وشكرا انتهى الخصم المكتسب. طيب خصم الكميه، انت المفروض بتتعامل مع مورد والمورد ده يعرفك وتعرفه، فعايز يعلي مشترياتك شويه. فانا كنت بعمل فاتوره ب 1000 جنيه، تمام؟ انا كراجل ببيع لك الناحيه الثانيه عايزك تعمل مبيعات اعلى من كده، فبقول لك خلي بالك ال 1000 جنيه اللي انت متعود تاخدها مني دي هتفضل تاخدها مني مفيش مشكله ومش هديك عليها خصم، بس لو اي مسحوبات ثانيه ب 500 جنيه زياده عن ال 1000 جنيه دي، تمام؟ يعني لو اشتريت ب 1500 ال 1000 جنيه اللي متعودين عليها مش هديك عليها خصم. تاني ال 500 دي انا هديك عليها خصم 10%. طيب وايه تاني؟ لو اشتريت بقى ال 500 دي، لا خد كمان، لو اشتريت ب 1000 جنيه بعد ال 500 دي هديك خصم 20%. طيب ايه كمان؟ هقول لك والله لو اشتريت بعد ال 1000 جنيه دي 1000 جنيه كمان هديك على ال 1000 جنيه دي خصم 50%. يجي لقبطك في الامتحان يقول لك والله اشترينا ب 50,000 جنيه وكان الخصم بتاعنا الجدوله بتاعته دي. ايه رايك؟ احنا اشترينا ب 50,000 جنيه. تيجي بقى تعمل ايه؟ تلاقي واخد انت ال 50,000 واخد بالك وضاربهم، ده 1500 2500 3500 ده رقم كبير قوي، لا اضربه في 50% خصم يبقى المفروض ان انا ادفع 25%. غلط. ليه غلط يا عم؟ هو مشغلك شرايح. يعني ايه شرايح؟ يعني حضرتك هتاخد ال 50,000 دي وتمشي بيهم تراك، ال 50,000 دي تتفصص 1000 جنيه من ال 50,000 صفر ما عليهاش، تمام؟ طيب ال 500 اللي بعد اللي بعد ال 1000 دي من ال 50 كله من ال 50 اللي بعد ال 1000 دي عليها 10%، يبقى 10% في 500 ب 5 جنيه. تاني 1000 جنيه اهو، خلي دي مش 50,000 خليها 5,000 عشان الارقام تبقى منطقيه، تمام؟ ال 1000 دي بعد ال 1000 الاولانيه وال 500 الثانيه وال 1000 دي هديك عليها خصم 20%. يبقى 20% يعني كام؟ يعني 20 جنيه. طيب تالت 1000 فيما فوق، تالت 1000 فيما فوق عليهم خصم 50%، يبقى انا هقف لحد هنا ونشكل ال 1000 بقى. هكتب ايه؟ هكتب 1500 2500 بقى 1000 و 5000 كام؟ 2500 2500 في 50% اللي هي بكام؟ اللي هي ب 1250. يبقى توتال الخصم عندي كام؟ 1250 و 25 يبقى 1275. 1275 ده كده قيمه الخصم بتاعي. ليه يا عم؟ ما هو قال لك لو 1000 جنيه بكذا، لو 500 بكذا، لو 1000 بكذا، لو 1000 بكذا. بيجي بقى يلعب لك في الحته دي يقول لك لا انا مقدمها لك شرايح، الشرايح دي لازم تتوزع كده، تمام؟ او يجي يقول لحضرتك مش هيقسمها لك كده، يجي يقول لحضرتك اول 1000 جنيه لو اشتريت ده 1000 جنيه اديك ولا خصم
1500 اديك 10%، 2000 اديك تقول ما خدتش، 3000 اديك خصم 30% مثلا، اي كلام اي حاجه، ما اقدمها لك شرايط، واخد بالك؟ تاخد اول 1000 صفر، تاخد تاني 1000 اللي هي 1500 تاني شريحه، تاخد ال 500 وتضربها في 10%، ال 2000 الفرق اللي هو 500 تضربها في 20%، 3000 تجيب الفرق ما بين اللي قبله اللي هي 1000 وتضربها في 30%، يطلع لك رقم، مجموع الارقام دي هو الخصم اللي انت هتتمتع بيه، تمام؟ يبقى المشكله خصم الكميه هي الحساب بتاعه، طريقه حسابه مش القيم. طيب لو هو مش مشكله دي، او احنا حللنا المشكله دي، المشكله بقى بتاعه القيم، هنشيل الخصم المكتسب ده خالص، تمام؟ وهنكتب خصم كميه، مش هنعمل اي حاجه، هيبقى نفس القيم من حساب الدائنين اللي انا كنت شاري منهم الى مذكورين النقديه، والخصم اللي انا حصلت عليه علشان اسدد الدائنين. طيب يعني ايه مسموحات؟ المسموحات دي انا اشتريت منك بضاعه، البضاعه دي ب 1000 جنيه وانا حاططهم عندي في المخزن، الولد جه قال لي فيه 10 قطع، ال 10 قطع دول قيمتهم 100 جنيه تواريخ صلاحيات منتهيه، والراجل حطهم لنا كده في وسط البضاعه، رفعت سماعه التليفون على المورد قلت له والله يا ابن اللذينه انت مديني كام قطعه خارج الصلاحيه؟ عاجبهم لك؟ قال لي لا خليهم عندك، دمجهم ونزلهم من القيمه بتاعه الفاتوره، وانا موافق مفيش مشكله. اسجلها انا عندي ازاي؟ هي لا مردود ولا خصم ولا اي حاجه، فبيديك بند تاني اسمه ايه؟ اسمه مسموحات. الحاجه البضاعه اللي رايحه جايه ما بيني وما بينه، ممكن حاجه تتلف، ممكن حاجه من الرابطه بتاعت العربيه تبوظ بتاع، هو بيديني عشان انا العميل بتاعه بيديني اريحيه اني ارجع له البضاعه دي او ما ارجعهوش وارميها، لان هي تلف هو مش هيستفيد بيها كمان، فارميها خلاص وانزلها من الحساب. طيب لو انا هنزلها من الحساب بس من غير ما ادفع، هيبقى انا اصلا الفلوس دي مسمعها في حساب الدائنين، هيبقى من حساب الدائنين تمام الى حساب ايه؟ المسموحات. بس لازم نقول جنبيها مسموحات المشتريات، لان عندنا حاجه اسمها مسموحات المبيعات، تمام؟ فلازم احددها. ليه لازم احددها؟ لانك لو تفتكر في الفيديو بتاع قائمه الدخل، احنا خدنا المشتريات وبدانا نطرح منها الارقام دي، فلازم اوضح المسموحات دي بتاعت انهي حساب فيهم، مشتريات ولا مبيعات، عشان هتفيدني بعد كده وانا باخد الارقام في قائمه الدخل. تقريبا كل الايتمز دي موجوده على المسطره اللي احنا متعودين عليها، القيود هتبقى بتاعتها سهله جدا، المهم تبقى فاهم طبيعه المشتريات، يعني ايه مشتريات ويعني ايه مردودات، الكلام الجديد اللي بيذكر واللي بيتقال في الامثله، يعني ايه مصروف مشتريات، لكن معالجته اعتقد مع وجود المسطره الموضوع سهل جدا، والخصم التجاري والخصم المكتسب وخصم الكميه والمسموحات. كده احنا خلصنا في نص الفصل ده بتاع العمليات الإيرادية. شكرا، نشوفكم المره الجايه على خير، هنتكلم في المبيعات.